دكتور علي نبيل بحراوي، أنا أستاذ متفرغ في كلية الهندسة في قسم الري والهيدروليكا، ومشاركتي في الاجتماع النهاردة أن أنا كنت أول متحدث بعد الجلسة الافتتاحية، واتكلمت عن التنمية وعلاقتها في مصر وعلاقتها بتغير المناخ، فاتكلمنا على مشروعات المدن الذكية ومشروعات المواصلات ومشروعات الحماية من السيول ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي، مشروعات حماية الشواطئ في مصر. بعد كده اشتركنا في جلسة تانية فيها كل الخبراء اللي اتكلموا، وحصل مناقشة على الأسئلة اللي المستمعين أو المشاهدين كانوا بيسألوها عن طريق الإنترنت، لأن المؤتمر كله ما فيهوش أي تعامل بالورق، ولكن بيعملوا سكانينج للكيو آر دي، وبعد ما بيعملوا سكانينج بيقدروا هم يكتبوا الأسئلة بتاعتهم توصل مع المودريتور. ممكن حضرتك تكلمنا عن مشاريع التنمية وعلاقتها بالهندسة؟ مشروعات التنمية كتير خالص، وفي مشروعات تنمية ليها دعوة مباشرة بالهندسة، وفي مشروعات تنمية ليها دعوة غير مباشرة بالهندسة. فكل حاجة فيها إنشاءات، مثلا هنعمل طرق جديدة، هنبني مباني، هنشق ترع، هنبطن الترع، هنطور الزراعة، كل دي مشروعات هندسية. لكن طبعا في مشروعات تانية مش هندسية ليها دعوة بالتعامل مع المصريين، وخاصة في موضوع القرى الأكثر فقرا وموضوع حياة كريمة. صحيح في هندسة كتير قوي، لكن المشروع برضو بيحتوي على حاجات تانية في تخصصات غير الهندسة. طب بالنسبة لدور جامعة عين شمس في كلية الهندسة، ايه ممكن تقدمه للطلبة في مشاريع التخرج بتاعتها تستخدمه في تغير المناخ؟ هو الحقيقة هم الطلبة اللي بيقدموا للكلية، لان هم الكلية بتدرس لهم عن طريق المدرسين ويلفتوا نظرهم للمشاكل الملحة في جمهورية مصر العربية، وهم بيحاولوا يكونوا مشروعات التخرج بتاعتهم تكون لها علاقة بحلول لمشاكل مجتمعية، بحيث المهندس يستخدم تفكيره السليم العلمي في انه هو يعمل مشروع تخرج يكون الغرض منه على الارض حل مشكلة موجودة. وبالتالي هتلاقي كتير جدا، ممكن تلاقي في قسم ميكانيكا، في قسم تخطيط عمراني، في قسم مدني، حتى في قسم كهرباء، هتلاقي حاجات كتير قوي لها علاقة بتغير المناخ. يعني انت لو شفتي المحاضرة بتاعتي هتلاقي ان تغير المناخ تقريبا ماسك في كل حاجة، لانه له علاقة بالانبعاثات من وسائل المواصلات، له علاقة بالزراعة، له علاقة بتربية الحيوانات، له علاقة بالتصرفات البشرية على المستوى الفردي. فالحقيقة هي مشكلة كبيرة، وان عشان نحلها لازم الناس على المستوى الفردي يتصرفوا بطريقة مختلفة، والحكومة وكذلك دور الجامعة في التوعية والتدريس، وان الطلبة بتوعهم هيبقوا زي سفراء بعد التخرج عشان يعملوا حاجات مفيدة لمصر تقلل من التغيرات تأثير المناخ على مصر. ومصر بتتأثر بتغير المناخ بكذا حاجة، أول حاجة ارتفاع منسوب سطح البحر اللي ممكن يغرق بعض المدن الساحلية، وتاني حاجة موجات الحرارة الشديدة، وتالت حاجة السيول، ورابع حاجة نقص الموارد المائية نتيجة تغير توزيع الأمطار نتيجة تغير المناخ. التوصيات في نهاية اللقاء؟ حابب أقول إن اللي احنا عملناه النهاردة ده يعتبر خطوة رائعة من جامعة عين شمس في إن هي تخلي الخبراء المصريين مع الخبراء الألمان يقعدوا مع بعض ويفكروا إزاي يقوموا بأبحاث مشتركة أو يقوموا بمشروعات مشتركة غير الأبحاث، زي تبادل الأساتذة أو تبادل الطلبة، عشان نستفيد من خبرتهم في حلول مشاكل موجودة عندنا في مصر، وهم كمان لو احنا بنعمل حاجة ممكن يستفيدوا منا. يعني الاستفادة مش الألمان يفيدوا المصريين، لا، هي الاستفادة مشتركة، الألمان يفيدوا المصريين والمصريين يفيدوا الألمان من الخبرات اللي عندهم.